مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الأوفياء، مرحبا بكم من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بكم في نقطة مباشرة جديدة سميناها رونديفو لايف. دونك رونديفو هذا باش يكون بشكل أسبوعي هذاك قار، لكن نجم نطلعوا في بقية أيام الأسبوع حسب الأحداث والتطورات اللي قاعدة تحصل في بلادنا. لكن قبل هذا الكل فما تقريبا 6 نقاط باش نحكي فيهم، هاكم موجودين في الديسكريبسيون بتاع البث المباشر هذا. لكن قبل هذا الكل يسعدني جدا أن أتلقى تعليقات من معلمين قراوني في الابتدائي، وتحية لكل المعلمين متاعي اللي قاعدين يتبعوا في نشاطنا واللي قاعدين يعطيوا في تعليقاتهم وآرائهم وفي نصائحهم ويثمنوا في العمل اللي قاعدين نقوموا به. نحب نقول لكم راني ما نسيتكمش. مدام فاطمة الخضراوي من بكري تحية لها، كتبت تعليق ذكرتني بأيام الطفولة وبأيام الدراسة متاع الابتدائي. إذا كان احنا اليوم في المستوى هذا أو في الموقع هذا، راهو بفضل مجهوداتكم وبفضل وقوفكم معنا وبفضل معاملتكم الطيبة لنا وبفضل تربيتكم اللي وصلنا لهذا المستوى وتخرجنا وأصبحنا أطباء ومهندسين، وأصبحنا والحمد لله من خيرة كفاءات المجتمع التونسي وثمرة لدولة الاستقلال اللي استثمر فيها الزعيم الحبيب بورقيبة، وأنتم بيتكم ثمرة لدولة الاستقلال. فتحية لكل الإطار التربوي اللي مريت به من الروضة حتى للجامعة. دونك هذا قوس فقط نفتح ونغلق في بعض الثواني. دونك نبداو بالموضوع الاول. الموضوع الاول هو القمه الفرنكوفونيه. هنا باش نعطي احداث وقعت، تصريحات صارت، وباش نعلق تعليق حر. طبعا الخبر مقدس ديما نقولها لكم والتعليق حر. باش نعطي تعليق يمثل مئات الالاف من التونسيين، خليني نقول معناتها باسمي وباسم مئات الالاف اللي قاعدين يتابعوا فينا، ولا باش يتفاعلوا معانا على المباشر كان يختلفوا معانا في الطرح. ما يسالش، يقولوا لنا الاراء نتاعهم باحترام. كان يتفقوا معانا فما عليهم، كان يبارتاجيو الفيديو باش ينوروا التوانسه وباش على الاقل ينوروا الاماكن المظلمه اللي قاعده تروج فيها وسائل الاعلام الماجوره، جل وسائل الاعلام. به دونك نبداو بالموضوع القمه الفرنكوفونيه. نحب بعض الايضاحات. احنا كتيار دستوري او ك معناها وطنيين قاعدين ندافعوا على بلادنا، وقاعدين كالعاده معناها ناضلوا من اجل استقلال تونس، يعني من غزاة الخارج ومن غزاة الداخل. قلنا وصرحنا وصرحت موثق عليه التصريح كونه احنا ما نعرقلوش هذه القمه الدوليه، سواء القمه الفرنكوفونيه سواء التيكاد قبل اي قمه تصير في تونس. ماهوش وطني الا باش يعرقلها هذا، واحنا ما تربيناش عليه. لانه علاش؟ مش لانه السلطه هي اللي نظمتها، لا، لانه البلد المضيف هو تونس. لانه نجموا من القمم هذيك اذا كان عرفنا كيفاش نجريوها، واذا كان عرفنا كيفاش نجلبوا الاستثمارات من الدول اللي كانت حاضره مثلا في القمه الفرنكوفونيه، دونك الشعب التونسي باش يعود النفع له هو. دونك المواطن التونسي هو اللي باش يستنفع، خزينه البلاد هي اللي باش تستنفع، البطاله هي اللي باش تقل. دونك احنا يستحيل نقفوا ضد الشعب التونسي ونقفوا ضد مصلحة الشعب التونسي، وهذه قلتها ومسجل عليها وكل حد مواقفه واضحة وثابتة. دونك احنا بالنسبة للناس جماعة المطبلين والمهللين لرئيس الدولة وللسلطة الحالية اللي قاعدين يقولوا هاكم حاولوا يعرقلوا هاوكي نجحت، هاتوا نشوفوها نجحت ولا ما نجحتش. احنا بالعكس تمنينا انها تنجح لانها تمثل بلادنا، ولانه احنا اللي باش نستنفعوا منها اذا كان نجحت. دونك التوانسة الكل باش يستنفعوا منها. هذه العرقلة والشكايات معناها للمنظمات العاملة واحد، هذه معروفة متاع شكون، اختصاص شكون، اختصاص الاخوانجية واختصاص من يسمون انفسهم هم مناضلين في الزمن السابق، اللي هما طلعوا عملاء بدرجة أولى معناها وبامتياز معناها. دونك هما اللي معروفين كونهم عليهم الجانب هذاك، التخابر ضد أمن الدولة والتخابر ضد مصلحة الشعب التونسي والتخابر ضد الحكومات التونسية. احنا واضحين، دونك مصلحة الشعب التونسي قبل كل شيء، قدام مصلحة الشعب التونسي لي كاسكيت الكل تتنحى. هذه الأولى. الثانية نحب نعلق كيف كيف على تصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فيما يخص المسار نتاع الانتخابات نتاع 17 ديسمبر، ونقعد باهت لهنا. والموقف هذا خرج معناه بشكل رسمي، وتحيه للحزب الدستوري الحر كالعاده اللي هو سباق في المواقف الوطنيه. دونك ايمانويل ماكرون يصرح يقول حرفيا قيس سعيد اي مونامي، دونك فما معناتها هذه ما سمعتهاش قبل من رئيس دوله معناها ايا كانت الدوله، قيس سعيد اي مونامي اي اون فا سوتونيغ المسار
نتاع لي زيليكسيون ليجيسلاتيف دو 17 ديسمبر، قال هكا حرفيا. دونك اذا كان فرنسا اللي هي مهد الثوره الاوروبيه وفلاسفه الانوار وفكره التنوير وجون جاك روسو وفولتير والتاريخ العريق الديمقراطي لدوله معناها عظمى كيما فرنسا، يخرج يساند رئيسها اعلى هرم فيها، يخرج يساند مسار انتخابي غير مطابق للمعايير الدوليه ويتجاوز كل النواميس وكل القوانين الدوليه، فهذه بالحق انا شخصيا اعتبرها فضيحه. واعتبرها ايضا اكثر من فضيحه تدخل سافر في الشؤون الداخليه التونسيه. هذا شان تونسي تونسي، ما عندكش حق انت تتدخل فيه. عندنا منظمات امميه تونس منخرطه فيها، نفهمك تنجم تعطي مواقفها وتتحمل مسؤوليه مواقفها دايور اذا كانها داعمه للديمقراطيه وللمسارات الديمقراطيه، ما تنجمش تساند مسار ديكتاتوري، ما تنجمش تساند انتخابات باش تقع توا بيانتو يعني اقل من شهر، وفما عندك دوائر ما فيها حتى مترشح، وعندك دوائر فيها مترشحين طلعوا سيستيماتيكمون اوفيسيالمون من توا والناس تبارك لهم من قبل ما يدخلوا غمار الانتخابات والسباق الانتخابي، من قبل ما يصوتوا لهم العباد. دونك هل اذا كان فما معناها منظمه امميه ولا منظمه دوليه تحكي باسم الديمقراطيه وتحكي باسم مسانده ودعم المسارات الديمقراطيه في الدول العربيه، فما يكذبوش على ارواحهم برشا، معناها الناس تفهم، حتى معناها شعوبهم قاعده تفهم. هذه كيف نقطه، النقطة هذه من خلالها نحب نتوجه لأنصار رئيس الجمهورية اللي نهار طول هما قاعدين يمتهنوا في السب والشتم عبر الجروبات الخاصة متاعهم، المجموعات الفيسبوكية الخاصة والميليشيات الفيسبوكية اللي هي باتت واضحة للجميع المهمة اللي مكلفة بها. دونك اللي قاعدين يقولوا وينعتوا في التساترة وينعتوا فينا بأن سبيحية فرنسا، يظهر لي فرنسا قالت قيس سعيد اي مون امي اي اون فا سوتونير المسار متاعو. دونك ثبتوا نرواحكم شكون الصبيحيه، احنا ولا انتوما. هذا بالنسبه للناس اللي قاعده تسب وتتهم في التساتره كونهم صبيحيه اكسترا، وهما ما يعرفوش معناها كلمه صبيحيه اصلا، ما يعرفوش المعنى نتاعها. دونك هذه نقطه كيف وتعليق حر، ثبتوا نرواحنا رواحكم شكون هم الصبيحيه، اسكو اللي يقول عليهم الرئيس الفرنسي مونامي اي اون فا سوتونيغ المسار نتاعو والانتخابات نتاعو الا هي باطله ومزيفه، دونك هذوما يتسموا صبيحيه، ولا احنا اللي جدودنا خرجت المستعمر الفرنسي من تونس وتدريجيا خرجت حتى المعلمين والاساتذه الفرنسيين اللي كانوا يقريوا في المدارس التونسيه، خذينا منهم على الاقل الثقافه نتاعهم وخذينا منهم على الاقل دوله الاستقلال، استثمرت وخذات معناها عرفت كيفاش تجلب منهم وتاخذ منهم البوان بوزيتيف هذاك معناها لو نيفو انتلكتويل، تاخذ منهم البرامج التعليميه نتاعهم الا بنات دوله عظمى ولا بنات ديمقراطيه عظمى ولا بنات معناها ثوره علميه وتكنولوجيه على جميع الاصعده، ومن بعد خرجتهم الدوله التونسيه دوله الاستقلال تدريجيا خرجتهم ونظفت المدارس التونسيه وخلت فيها توانسه اكفاء متلمذين على اكبر اساتذه، معناها على ايدين اكبر اساتذه وعلى ايدين اكبر معناها مؤسسات جامعيه وتعليميه في العالم. دونك الا هما قراوا وصلوا دوله الاستقلال اللي هي فيه، ولا هما وصلوا تونس للمراتب العليا في مجال التعليم والتعليم العالي ومجال الصحه وكل المجالات اللي كانت تونس فيها رائده في العالم العربي وكانت تسابق بعض الدول الاوروبيه ايضا في طبعا المؤشرات اللي حكيت لكم عليها قبل، مش نعاود نرجع لها توا، المؤشرات اللي هي من شانها انها تحكم على التنظيم الصحي في دوله معينه اللي هو لو تو دو مورتاليتي انفانتيل اللي هو مؤشر الوفيات عند الولاده، اللي هو كل ما كان هذا المؤشر مرتفع كل ما كانت الدوله هذيك متاخره على المستوى الصحي ومتأخرة معناها على جميع المستويات. تونس كانت رائدة، كان عندها أقل مؤشر في الدول العربية في نسبة الوفيات عند الولادة ونسبة الوفيات لدى الرضع إلى آخره من المؤشرات والحجج اللي قدمناها لكم قبل كي حكينا على مسار دولة الاستقلال والإنجازات الوطنية اللي قام بها الزعيم بورقيبة مع ثلة من مناضلي الحركة الوطنية في كل القطاعات وفي كل المجالات، منها المجالات الحيوية اللي هي الصحية والتربية والتعليم أهمها تقريبا اللي استثمر فيهم الزعيم بورقيبة واللي حط فيهم معناها كل ما لديه من إمكانيات ومن علاقات على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، وكل ما لتونس معناها من موقع استراتيجي إلى آخره من أجل استثمار في المادة الشخمة كما يقول هو الله يرحمه نتاع المواطن التونسي. دونك احنا خرجنا المستعمر وانتم الصبيحية اللي قال عليكم مونامي به. هذه نقطة كيف وتعليق حر. تعليق آخر ونختم به النقطة الأولى هذه نتاع القمة الفرنكوفونية. في كل القادة اللي تكلموا في القمة الفرنكوفونية ذكروا الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة إلا رئيس الدولة التونسية حشم مسكين باش يقول
الله يرحمه ولا خلانا دولة ولا خلانا مؤسسات صحيحة وخلانا إدارة قوية، إلا لولاها لما انهارت تونس بعد 2011، اللي هي حقيقة يحبوا ينكروها العباد الكل، دونك ما ينجموش ينكروها بيان سور، لأنه تونس التوا واقفة بفضل تلك الإدارة القوية اللي بناتها دولة الاستقلال، ولا أسسها وأثثها الزعيم خالد الحبيب بورقيبة. دونك هما الكلهم تكلموا وقالوا راهو هذا بفضل سياسة بورقيبة، وهذا كذا وهذا كذا، وجبدوا على الزعيم بورقيبة، إلا رئيسنا ورئيس الدولة التونسية للأسف الشديد حشم برشا مسكين، ما نجمش يقول الله يرحمه ولا صحيح كلامكم، خلينا إدارة قوية، خلينا مؤسسات قوية، خلينا تونس وصورة تونس، ليماج متاع تونس قبل 2011 اللي خلاها زعيم بورقيبة، ولا للأمانة واصل فيها الرئيس بن علي، كانت ليماج متاع تونس، كانت درة الأمم تونس، كانت تونس معناها مثال يحتذى به في الدبلوماسية، يحتذى به في عدم التدخل في الشؤون الداخلية، معناها في البلدان المجاورة والبلدان الشقيقة والصديقة، في عدم إقحامها في صراعات إقليمية هي في غنى عنها، في عديد المجالات وعديد القطاعات يظهر لي كانت تدرس الدبلوماسية التونسية والسياسة الخارجية التونسية، كانت معناها الحقيبة الخارجية تلمون ثقيلة ما تتعطاش للي يجي قبل، مش من هب ودب وزير خارجية بوشلاكة وزير خارجية وتول الوزراء نتاع الخارجية كلهم تقريبا، شنو الإضافة اللي عملوها؟ بالعكس أقحمونا في حروب احنا في غنى عنها، علاش تحبوا تنكروه الشيء هذا؟ يا أخي احنا تونس في العشرية السوداء عملت مشكلة دبلوماسية مع سوريا وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، عملت مشكلة ترتور وقتها المؤقت السابق عمل مشكلة مع مصر وتدخل في الشأن الداخلي المصري وفي إرادة الشعب المصري اللي خرجوا أكثر من 30 مليون لميدان التحرير وطالبوا بإزاحة الإخوان وطالبوا بأنه الجيش يمسك بزمام الأمور في مصر باش تعود الأمور إلى نصابها، وشوفوا مصر توا وين وشوفوا إحنا وين، شوفوا مصر كيفاش كانت وكيفاش ولات، دونك ما يخبيوش عليكم وما يضلوكمش بوسائل الإعلام الحقيرة نتاعهم، دونك هذه كيف كيف نقطة. و عاش الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومات سياسيا من يريد قبره ومن يريد طمس الحقائق وطمس تاريخ تونس والنقطة المضيئة من تاريخ تونس اللي هي هاك الفترة متاع استقلال تونس وزعماء الحركة الوطنية اللي ما تنجموش راكم تطمسوهم ولا تنجموا تمحيوا التاريخ، قريناه ورضعناه في الحليب وباش نقريوه وباش نورثوه لأجيال وأجيال، باش تبقى راية تونس مرفوعة وباش تبقى أسماء العظماء إلا حرروا البلاد هذه ولا بنوها حجرة حجرة طوبة طوبة باش تقعد مرفوعة لفوق، ومناش باش ننساوها ومناش باش ننسيوها، وباش نسعاو ان نحتفلوا بالذاكرات الوطنية اللي نعتزوا بها 2 مارس يوم بعث الحزب الدستوري، 25 جويلية اللي ردوه حاجة أخرى اللي هو عيد الجمهورية وإعلان الجمهورية التونسية، 9 أفريل عيد الشهداء، كل الأعياد الوطنية، 18 جانفي اللي نحوه 18 جانفي اللي هو عيد الثورة الحقيقية والوحيدة اللي اندلعت في تونس، ما فماش ثورة أخرى غيرها، دونك هذوما كلهم احنا رانا باش نسعاو انهم تكون موجودة وخالدة ومخلدة في ذاكرة المواطن التونسي وفي الناشئة التونسية وفي الشباب التونسي، دونك احنا نقوم بالمهمة ونحن اهل لهذه المهمة ونحن حافظون للامانة ومستمرون في هذه الرسالة التي تركها اجدادنا بنات الدولة الوطنية. نتعداو للموضوع الثاني اللي هو جاكم الناس الكل ابارامون، جاكم دي اس ام اس على البورتابل نتاعكم من طرف مين فام، من طرف العنف ضد المرأة، يقولون هو النيميرو فير اذا كان شفتوا عنف ضد المرأة، ويعطيو فينا في المواعظ معناها في كيفية التعامل مع المرأة الى اخره. نحب نقول لكم يزيو من النفاق، اذا كانوا من طرف وزارة المرأة نقولها يزيو من النفاق، اذا كانوا من طرف اي منظمة نتاع مرأة والا اي مؤسسة تخدم على اساس تخدم لها بشؤون المرأة والعنف ضد المرأة، يزيو من الكذب ويزيو من النفاق. علاش؟ لا لشيء إلا لأنه الصورة متاع المرأة إلا تهان وتعنف أمام وزيرة المرأة تحت قبة البرلمان، مرأة يترفع عليها يترشقوا عليها الفلوس، ومرأة حرة مناضلة وطنية شريفة ورئيسة الحزب الدستوري اللي هو امتداد لحزب أجدادنا، ها يتقال عليها الكلام هذاك، والمرأة التونسية على لسان العفاس وفي حضور وزيرة المرأة يتقال عليها العاهرة واللعوب، ووزيرة المرأة لا تحرك ساكنا، ما نصدقكمش كي تقولوا انتم ما ضد العنف المسلط على المرأة، اختاكم المغالطات واختاكم الكذب واختاكم النفاق، التوانسة ما عادش يصدقوكم. دونك هذه الحجة متاعي، لأنه اللي صار تحت قبة البرلمان بحضور وزيرة المرأة سيبقى وصمة عار
وصمة عار في تاريخ كل القائمين على الشأن متاع المرأة بصفة عامة، وعلى وزارة المرأة واتحاد المرأة وكله هذاك الكل اللي ريتوه الكل. دونك اختاكم الكذب ما تنطليش، راهي هذه ابعثوا للصباح لي زي اس ام اس، حتى حد ما هو معبركم وحتى حد ما هو مصدقكم، وناكد لكم الا 80% من الشعب التونسي ما قراهم لي زي اس ام اس هذوكم، يمكن نقراو اس ام اس بركه الاولاني ومن بعد السويت راهم طفوها وانيوريوها ما قراوهاش، وربما راهو فما شكون فسخوا جمله للكونفرساسيون اللي جايه من عندكم انتوما. دونك كيف كيف حجه اخرى الا ما نصدقوكمش وما نصدقوش من يقوم على الدوله اليوم انه يحفظ في كرامه المراه، وانه بالحق دوره انه المراه تكون معناها فاعله في المجتمع وتكون عنصر فاعل في المجتمع. وقتلا يخرج رئيس الدولة ويقول العنف اللي صار هذاك، تتفكروا العنف اللي صار والضرب اللي صار في البرلمان، وفما ضرب بركة صار ضد مرأة بركة في البرلمان، ها قال في بالي به من قبل بثلاث ايام. كي انت في بالك به من قبل بثلاث ايام وتحكيوا على العنف ضد المرأة، شبيك ما منعتوش؟ شبيك نحيت لها الحماية الشخصية؟ باش تاكل على راسها غادي؟ باش يغتالوها غادي تحت قبة البرلمان؟ دونك هنا راهو هذا ما نعرفش اهل القانون شنو ينجموا يسميوه، معناتها السكوت على جريمة، شنو ينجم يتسمى قانونيا؟ لخاطر التصريح هذاك صوتا وصورة خرج على الباج نتاع رئاسة الجمهورية وخرج في عدة قنوات تلفزية. دونك تحبوا نصدقوكم انتوما؟ لا انتوما مرأة تتضرب قدامكم تتركل وتتشفر وتجي لومبيلونس تهزها وتبات جمعة في الكلينيك ولا أكثر، ها ولحمها الكل أزرق وتحت قبة البرلمان اللي هو مقر سيادي، ها وتحكيوا على انتوما ضد العنف المسلط على المرأة؟ اختكم التنويم والتخدير راهو ما عادش ينطلي، راهو احنا موجودين لهنا باش نفضحوكم، راهو احنا موجودين لهنا باش نفيقوا الشعب التونسي الا مازال النسبة الصغيرة توا اللي مازالت معناها مبنجة ومخدرة بك الأقراص متاع انتوما ضد الإخوان وضد الإرهاب وضد العنف ضد المرأة وانتوما مع المرأة، اللي هي توا 12% موجودة في الانتخابات التشريعية، اللي كان وصلت 3% منها بريمة برشا، معناها باش تلقاو برلمان فيه 150 راجل وربما تلقى شي 9 ولا 10 نسية ضايعين هكا معناها عاملينهم ديكور وزينة. دونك اختاكم اناهي المرأة اللي تحكيوا عليها، تعملوا قانون خصيصا لإقصاء المرأة من المشهد السياسي ومن المشهد التشريعي، ومن بعد تخرجوا تقولوا العنف ضد المرأة. هذه نقطة كيف كيف فرقت قلبي وانتو الموجود التعليق الحر اللي قلته يظهر لي كافي وشافي وظافي والناس نجم تفهمه به. نمشي توا لكأس العالم، قوسي كأس العالم وتنظيمه في قطر، لأنه فما ناس تفاعلت مع التدوينات اللي نزلناهم على الصفحة متاعنا، راهو ما ننكروش إلا التنظيم راهو كان على درجة عالية وكان محكم، زاد ما ننكروش دور قطر في تمويل الإرهاب في بلادنا، ما ننكروش دور قطر في تخريب بلادنا، ما ننكروش دور قطر القذر في دورها القذر في تشتيت أواصر المجتمع التونسي، ما ننكروش دورها القذر في مغالطة الرأي العام من خلال المنبر الحقير متاعها اللي هو قناة الجزيرة، ما قلتش حاجة غالطة ولا قلته، وينجم يكون صفقة ديجا هذا مقابل هذا، تنظيم الدورة هذيك نتاع كأس العالم في قطر مقابل تخريب سوريا وتدمير العراق وتدمير تونس وتدمير ليبيا وكما يقولوا هما في الجزيرة وميليشيا المالكي وقوات الانقلاب المصري وجيش حفتر وندرشنية، هذاك الكل راهو ينجم يكون يصب في بعضه. دونك ما قلتش ما معلومة غالطة راهو. وبالنسبة للناس اللي تحكي بالعكس يا اخي، فما شكون تو كنت نحكي في النقطة الأولى، راهو قدام مصلحة بلادنا والإيماج متاع بلادنا رانا ما نلعبوش، راهو احنا بطبيعة من أكبر المشجعين للمنتخب التونسي، وهذا واجب وطني أعتبره معناها ماهوش مزية، دونك من أكبر هذه منتخب بلادنا وهذه الإيماج متاع بلادنا، دونك ما هذا ما يدخلش في هذا. دونك أنك تعطي موقف من دولة مولت الإرهاب ومولت آلاف الجمعيات الخيرية في تونس ودخلت وتدفقت الأموال الطائلة والمليارات ومئات المليارات وآلاف المليارات لتمويل حزب الإخوان عن طريق جمعيات خيرية إلا أدانها فيما بعد القضاء التونسي وأدان منها برشا فيما بعد القضاء التونسي، هذا ما ينفيش هذا راهو، إن نقولوا الحقيقة هذية راهو هذا ما مش معناها هما ما نظموش، أي نعم ينظموا، ها تعطيني أنت الميزانية، في بالكم قداش الميزانية متاع دورة كأس العالم؟ هبطوا لكم الشيفر، ها تعطيني الميزانية هذيك تشوف دول العالم العربي الكل كيفاش تولي، تشوف الطرقات وتشوف الانفراستركتور تشوف البنية التحتية اللي تتعمل، تشوف الجامعات اللي تتزاد، تشوف المدارس اللي تتزاد، تشوف المستشفيات والمستوصفات اللي تتزاد، تشوفوا شنو اللي يتزاد. دونك علاش ننكروا؟ علاش نخبيه في الحقيقة؟ علاش نخبيه في الحقيقة؟ وكل من ينقد تردوه مع الإخوان، كل من ينقد تردوه ضد المسار خاطره مع الإخوانجية، يظهر لي ماكش انتوما اللي باش تزايدوا علينا يا أنصار
الحاكم بأمره: يا أنصار الخليفة، ما كمش انتوما إلا باش تجيو تقولوا علينا احنا مع الإخوان، ما كمش انتوما حاربتوا الإخوان قدنا، انتوما كنتوا في شحوركم وقتها، انتوما قلبتوا الفيستا وتلونتوا ألوان ألوان، ومعظم القائمين توا على المسار هذا راهو صح اللحية يتجمع، كانوا تجمع، هذوما المتملقين والمتزلفين متاع التجمع. فئة نعتبرها صغيرة من المتملقين والمتزلفين والناس اللي تلوج على موقع فقط، ولا تلوج باش تحمي روحها وتغطي ملفاتها، هذوما عملوا صح اللحية يتجمع، عملوا لحية بعد 2011 ودخلوا للخوانجية، ومن بعد نحاو اللحية ودخلوا لنداء تونس، وتوا مشاو بالطبيعة بعدها مشاو لنبيل القروي والمقرونة، وتوا هم رجعوا توا مع المطب، معناتها مطبلين مع الحاكم. دونك هذوما الناس هذوما المتملقين والمتزلفين ومنافقي كل العصور، ما نحكيش عليهم، خليهم اكوتي. دونك هذه كيف كيف نقطة وما نتعمقش فيها برشا. نحب زادة في ترابط بالنقطة هذه، والتوانسة فرحانين يقولوا لي اي نعم هو ذاك هو الشيفر، 220 مليار دولار تكلفت الدورة هذه، تعرفوا واش معناها كان حولوه بالتونسي تشوفوا الاسفار من هنا للعمارة لبعدنا. دونك الشيفر كيف نوع. دونك هذه نقطة، نمشي للنقطة الثانية. لو انتم فرحانين بالماتش متاع الدنمارك، ولا يعطي الصحة للمنتخب التونسي اللي لعب معناها مباراة قوية وقوية برشا، ولعب حتى أحسن من المنتخب الدنماركي، وكاد يفوز ينتصر على المنتخب الدنماركي، وانتم ما زلتوا فرحانين، يعطيوا لكم هدية الحكومة التونسية زيادة أخرى محترمة ومعتبرة في المحروقات وفي كل المحروقات. دونك حتى الفرحة نخصوها لكم، وتخرج الهيئة متاع الانتخابات وتقول لك على كل المؤسسات التربوية إخلاء المدارس باش يقع فيها الانتخاب. يا أخي ما تحشموش على رواحكم يا أخي، وقت اللي التلامذة طالبوا وفرحوا قال لك لا عطيونا عشية، عشية عشية نتفرجوا فيها على ماتش بلادنا المنتخب القومي المنتخب الوطني، هبطوا كومينيكي وزارة التربية وقلتوا لا الناس كل تقرأ على رواحها. واضح؟ أوكي جو كومبخون، القراية أبجل، اما انت تجيني قبل العطله بنهارين وهما يقراوا التلامذه وتفرض عليا اخلاء، اخلاء اه يخلي ديارهم الناس هذوما، معناها اخلاء واجلاء ولا كيفاش قالوها المدارس معناها والمؤسسات التربويه. علاش كنت تضحكوا؟ شفتوا يا توانسه، شفتوا يا شعب الا مغرر بيكم، شفتوا يا شعب الا تصدقوا اقراص التبنيج والحرابش نتاع التخدير الا وين هذا يزرفوا لكم كعيبه، هاو ملف التسفير شنو صار فيه، هاو ملف ندرى شنو شنو صار فيه، هاو البحيري يتوقف وتسيب، هاو الغنوش يتوقف وتسيب، هاو كطلعوهم لكم بيض يللشوا، فهمتوا توا الا راهم يكذبوا عليكم، صدقتونا توا الا كي خرجنا لكم في 25 جويليا 2021 بعد ما قلنا تفضل هنا نساندوك، اما هاو الخارطه اللي لازمك تعملها وهاو الاجراءات باش ظهر لا انت بالحق وطني ولا انت ضد الاخوان وضد الارهاب وضد الطبقه السياسيه الفاشله هذيك اللي كانت تحكم في البلاد، هاو شنو يلزمك تعمل؟ عمل العكس نتاعها تماما، قعدوا يضحكوا على عقولكم ويضحكوا على ذوقولكم. صدقتونا توا، رجعتوا لكلامنا توا، شفتوا المصداقيه نتاعنا، هاكم تو بالملموس، كي قلنا لكم راكم ما عادش باش تقدروا لا تعبيو مازوت لا تعبيو ايسونس، لا عاد تلحقوا على سكر، لا عاد تلحقوا على حليب، لا عاد تلحقوا على زيت، لا عاد تلحقوا زيت، قداش عنده مفقود زيت الحق؟ قداش عنده مفقود؟ بالعوام راهو مش نحكي على شهر وشهرين، قداش عنده مفقود زيت الحاكم؟ وكيف يجي شكون يلحق عليه وشكون يلحق على دبوسه؟ واش تعمل له دبوسه؟ دبوسه زيت حاكم مش تعمل له المواطن؟ عائله فيها 5 افراد شو تعمل له؟ ولا باكو حليب شنو يعمل له؟ ولات الحليب بالمعارف ناخذوا فيه، والسكر كيلو سكر يتعاركوا عليه في جراند سيرفاس، زوز رجال قريبي معناتها يدقدقوا رواحهم بتريحه وفي الاخر يتذرى يتكب كيما المجاعه نتاع الصومال والمجاعه اللي نشوفوها معناها في دول افريقيه مفقره معناها ولينا في تونس، وانتم باقي مصدقين المسار هذا؟ اي افرحوا كاس العالم، الله يستر الله يستر نربحوش استراليا غدوه نلقاو شنو نلقاو توا، مادام المازوت والليسانس زادوهم الزياده المشطه هذيك مش بال20 وبال50 وبال100 تجاوزنا توا، معناها على عينك يا كامل، معناها عجبك ولا مش عاجبك، عاجبك ولا مش عاجبك، هاو الاسعار هاي الوضعيه، عاجبك ولا مش عاجبك، تقول لي ازمه عالميه نفهمك، تقول لي كذا نفهمك، اما فما كمام فما اون لوجيك معناها الا نورمالمون الدوله تتوخاها، وتخرج وزيره الماليه البارح في القناه الوطنيه تبرر ما لا يبرر، ولا يعجبك معناه مش نحكي حتى على الشكل، وزيره الماليه تحكي على القانون الماليه الجديد المجحف هذايا بالبنود المجحفه نتاعو على المواطن التونسي ها، وبكل فخر واعتزاز تضحك، معناه حصه كامله في الوطنيه في اخبار الوطنيه وهي متبسمه، على شنو متبسمه يا مدام؟ على شنو متبسمه؟ على الاسعار اللي شعلت نار، على شنو متبسمه؟ شنو اللي يضحك في الـ في الـ في, الـ في الكلام اللي تقول فيه انت في المباراه اللي تعطي فيها انت تيمون الاخر، على الاقل قولها بـ 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 على الاقل الميميك نتاع وجهك معناها تتقال بـ 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 نورمال الاخر، كي ماكش حزينه
على شعب الزوالي. ما تضحكش الاخرى ما تفرحش، الابتسامه زايده مش في بلاصتها. راهو قلنا لكم برا مشيو شوفوا، معناها دي سبيسياليست معناها في الكوميونيكاسيون انتر بيرسونيل وفي الفيزيونومي نتاعكم وفي الميميك نتاع الوجه في تحركات الوجه، لانه هذيك عندها كيف كيف تعبيرات وعندها رمزيه واضحه لدى المتقبل. فهمتي لي زانترلوكيتور يشوفوا معناها، وهذيك توصل لهم بحاجه معناها نيجاتيف على الاخر، معناها انك تخرج تتبسم وانت متبسمه، الابتسامه على محياها حصه كامله. معناها هي معناها شنو الهدف من الابتسامه هذيك؟ الاخبار مفرح اللي قاعده تقول فيه نتاع الزيادات ونتاع قانون الماليه، وتقول هوا رفعنا في الجبايه وعندنا عائدات باهيه من الجبايه. معناها انتم لا تشوفوا فيه توا، ثبتوا لمعايا من كامل تراب الجمهوريه، كل متابعينا مواطنين التوانسه ثبتوا في كامل تراب الجمهوريه، تلقاو الدوريات الامنيه كثرت والرادار كثر والخطايا كثرت. شنو يحبوا يعملوا هما توا؟ يحبوا يرجعوا حفظا لماء الوجه، يحبوا يرجعوا لو ماكسيموم للخزينه نتاع الدوله الا فلست ولا ترهنت للخارج، يحبوا يرجعوها من ظهر المواطن التونسي. يا خويا طبق القانون، اما علاش تطبقوا القانون سور مزور؟ وقت لما لقيت فيها وين باش ترجعوا من ظهر المواطن التونسي؟ وقت لما لقيت فيها وين؟ لا نجمت المحتكرين لا تحكي عليهم، ولا نهار طول تعملنا في الافلام عليهم، ما نجمتهمش المحتكرين، ما نجمتش التجاره الموازيه، ما نجمتش هذاك الكل، الفساد هذاك الكل ما نجمتوش. ها درتوا على المواطن الزوالي كتكات بشي ديجا هي بالسيف ما تمشي ياكل عليها في خبزه. راني مانيش مبرر القانون يا اخو مجراه، اما علاش سير مزور تطبيق القانون؟ علاش سياسه المكيالين في تطبيق القوانين على الشعب التونسي؟ علاش 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 وقت لا تفلس الدوله ندوروا نكثروا في المحاضر وفي الخطايا على المواطن التونسي وعلى ظهره؟ علاش توا الرادار في كل بلاصه، توا السانتور في كل بلاصه، توا ولات بازيت محضر ب 40 دينار و 60 دينار و 80 دينار و 100 دينار، فماش ما ترجع للخزينه، فماش ما القباضات تتعبى بالفلوس من ظهر المواطن المسكين القليل الزوالي اللي ماهوش لاقي باكو حليب يشريها، الا ما نعرفش قداش رديتوه توا باكو الحليب وقداش ناويين تردوه في المستقبل، الا مش لاقي كيلو سكر يشريه من الحانوت. معناها شنو وين واصلين بهذا الكل؟ وين واصلين يا اخي؟ اذا كان منابر الاعلام قاعده تبيض فيكم، راهو فما احرار وفما وطنيين، بابي لي برا، راهو مازلنا قلنا هلكم الاخر قطره دم تجري في عروقنا لهنا، مواصلين باش نفيقوا الشعب التونسي، مواصلين باش نبرئوا ذمتنا ونخليوا مسؤوليتنا ان رانا فيقنا، وهو تراسابيليتي وهو موثق بالذات وبالتاريخ نتاعو. ما كذبناش عليكم يا توانسه، ما كذبناش حتى مره عليكم، اعطوني كذبه قلناها لكم، اعطوني تحليل قلناه طلع مش في بلاصتو، اعطوني استشراف قلناه للسلطه هذه عديمه معناها الرؤيه وعديمه الاستشراف وعديمه البرنامج وفقيده البرنامج، اعطيني بوان قلت تجنيت عليهم والا كذبت عليهم في حاجه ولا طلع تحليلي غلط. راهو الساكت عن الحق شيطان اخرس، وذي نعاود نقولها مره اخرى لكل من له صوت في هذه البلاد، لكل من له منبر في هذه البلاد، لكل من له يعني مكان ينجم يوصل ويبلغ به صوته للتوانسه ويفيق به التوانسه، راهي مسؤوليتك جسيمه، راهي قدام ربي وقدام عباده. راهو نهار اخر ما تبداوش تتبكاو وتقولوا يا ليتنا، ما نهار اخر ما تبداوش تقولوا غلطونا، راهو فاش غلطوكم؟ كل شيء على عينيكم، الزيادات على عينك يا كامل ولات بال 200 وب 300 مليم في الحاجه، راهو في البرودوي. الا وقت ثوره الخبز تزاد دوره، الشعب التونسي قام، الزعيم بورقيبه تك يكلم وزير الماليه، تك يكلم رئيس الحكومه ويتنهي كل شيء ويتيح الدورو. فاش تحكيه وفاش تقارنوا؟ فاش تقارنوا وفاش تحكيوا؟ اخطاكم السينما واخطاكم الافلام واخطاكم الشيء اللي قاعدين تعملوا فيه، وكل الناس اللي قاعده تو تغرر بالشعب التونسي في منابر الاعلام، راكم نهار اخر راهو مسؤوليتكم باش تجيكم من ولادكم ومن ولاد ولادكم قبلنا احنا، قبل التوانسه اللي دافعوا على بلادهم ودافعوا على كل شبر من تراب بلادهم ودافعوا على كل معناها بذره موجوده معناها في النشأة التونسية وعلى مستقبلها. دونك اللي تعملوا فيه كله تسجل وسمة عار في مزابل تاريخ تونس، تسجلتوا راهو وما ينجم حتى حد يخرجكم ويبيضكم نهار آخر ولا ينور لكم وجوهكم. مشيتوا راكم، مشيتوا لمزابل التاريخ، مشيتوا بالحق في 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 أسفل السافلين بالنسبة للناس اللي تغطي، وهاو الإصلاحات الصحيحة وإصلاحات موجعة باش تكون لها فايدة. قولوا لنا شنو هي الفايدة من الإصلاحات هذه؟ تسمي فيها إصلاحات؟ هذا خراب بيوت بالمصري، هذه تسمون فيها إصلاحات؟ هذا تفقير، هذا تفقير، هذا قتل، هذه عملية قتل ممنهج لشعب بأكمله. القتل قطرة قطرة، هذه اش معناها نقتلوك قطرة قطرة؟ هذه اش معناها شهريتك تجبدها اليوم تفيها بعد غدوة وتقعد تتسلف لكمالة الشهر؟ عندكم تفسير آخر؟ عندكم حقيقة أخرى غير الكلام اللي قاعد نقول فيه توا؟ كان عندكم قولوا لي واجهوني بها. هذا يتسمى قتل الشعب التونسي، عملية قتل وسحل جماعية قطرة قطرة.
نقتلكم بالقطرة بالقطرة. وهذا شنو باش يتولد عليه؟ هذه ما قالوهاش في وسائل الإعلام. تعرفوا شنو باش يتولد عليه؟ باش تكثر الجريمة في تونس، لأنه الزوالي لا يخدم ويخلص في 500 دينار و380 دينار على الحظيرة، إلا معناها كان على الأقل ينجم يوكل بها صغاره، ما نقولوش يعطي فيهم في الرفاهيات وينتش منا ومنا ويتسلف منا ومنا باش يوكل صغاره، راهو باش يلجأ للسرقة. راهو اوبليجي باش يلجأ للسرقة، وراهو باش يلجأ للتعنيف، وراهو باش يلجأ للإهدار المال العام، وراهو باش يلجأ إذا كانوا موظف راهو باش يستغل البوست نتاعو والمكان نتاعو باش ياخذ رشاوي. راهو هذا شنو باش يصير؟ راهو إذا كان مسيتو الشعب في جيبه وفي قوته اليومي وفي صغاره، راهو كل الطرق، فما ناس راهي فما ناس على خاطر صغارها وعلى خاطر أطفالها، راهي كل الطرق تؤدي إلى روما بالنسبة لها. أعطيها فقط صغيره يقرأ ويلبس ويخرج وينجح. دونك اللي معناها توتي بيرمي بالنسبه ليه، اي حاجه مباحه، اي حاجه ادميس انه باش يوصلهم. دونك باش تكثر، باش يكثر منسوب الجريمه، باش يكثر منسوب السطو، باش يكثر منسوب السرقه، باش يكثر منسوب كل هذه الجرائم بسبب هلا قالك اصلاحات موجعه. اللي قالوا اصلاحات موجعه، ما تحشموش على رواحكم، ما تحياوش، خاصه اللي يسميوا في رواحهم نخبه توا، انهم يقولوا اصلاحات موجعه، هذا اللي لقيتوه اصلاحات موجعه على ظهر المواطن التونسي، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونغلق قوس الزياده في اسعار المحروقات، اما راهو لازم تونس باش ترجع كما كانت، وباش ترجع احسن من اللي كانت، وباش يشدوها من هم اهل لقياده هذا البلد، من هم اهل ومن لهم درايه وخبره في اداره دواليب الدوله. اتسترا هم راجعين للحكم، وهم راجعين باش يقودوا القاطرة وباش يصلحوا ما يمكن إصلاحه من تخريب وتجويع وتفقير، ها، وتفريغ الإدارة من كفاءاتها. هذا كله راهو باش يرجع، أما مش مشكل، هنا قاعدين نسجلوا عليكم ونوثقوا عليكم به. حبيت زادة كيف كيف الموضوع الخامس والموضوع قبل الأخير، البارح نتابع في الأخبار متاع الوطنية كوم تو الموت، شنو نلقى؟ نلقى سي فاروق بوعسكر رئيس الهيئة بتاع الانتخابات يعطي في تصريح قال لك ليزي البارح نظمت يوم دراسي حول الجرائم الانتخابية. ما تضحكوش كل ما بعثكم، دونك ليزي باش تقرينا توا يوم دراسي حول الجرائم الانتخابية اللي قاعدة تقوم به هي توا. شنو يتسمى ليزي بكلها الساعة هي توا؟ الانتخابات هذه بكلها، المسار هذا بكله، شنو يتسمى؟ هذا يتسمى أكبر جريمة في حق الشعب التونسي، هذا يتسمى جريمة عظمى في حق الشعب التونسي، هذا يتسمى سلب وثلب لإرادة الشعب التونسي اللي قاعدين يقوموا به توا. إنك توافق يا سي فاروق بوعسكر على انتخابات فيها قداش من دايرة ما فيهاش مترشح، ها، وتدخل حملة انتخابية وتنطلق اليوم، قالك الحملة الانتخابية ما فيهاش قداش من مترشح فارغة، وإنك توافق يا سي فاروق بوعسكر وأنت من أهل القانون وأنت قاضي، ها، توافق على دوائر فيها مترشحين طلعوا من هيك العام من اللي تقبلت التسكيات وتسكر ملف التسكيات وناس تبدلهم على الفيسبوك مبروك النيابه ومبروك البرلمان، مش بش من قبل ما يصوتوا لهم الناس، ومش باش يصوتوا لهم الناس وهما باش تلقاهم وجوههم في البرلمان. فالخزي والعار على هذه الهيئات الدستوريه، وسيسجله ايضا التاريخ كنقطه سوداء من النقاط السوداء اللي عشناها في العشريه السوداء هذه. دونك يوم دراسي حول يا هل ترى حكيتوا على الجرائم اللي قاعدين تقوموا بها في حق الشعب التونسي؟ على سكوتكم وعلى خضوعكم وخنوعكم لكل أوامر السلطة ولكل أوامر من يقود البلاد اليوم؟ حكيتوا، حكيتونا زعما، قلتونا راهو هذا جريمة في حقكم يا توانسة، خلينا نسمعوكم ونفهموكم. دونك شو نقول لكم، معناها نسبة متاع فصاصة ونسبة متاع انكرويابل، معناها ليزي توا تعمل في درس على الجرائم الانتخابية، يوم دراسي على الجرائم الانتخابية. هو المسار بكل جريمه نتاعهم توا، هو اللي قاعدين يقوموا به توا اكبر جريمه في تاريخ تونس، وتزييف لاراده الناخب التونسي، وتزييف لاراده الشعب التونسي، وتفريق للمجتمع التونسي. الانتخابات على الافراد والشيء اللي رايناه، وكالتقسيم الفضيحه نتاع الدوائر وكل شيء، والظلم اللي فيه لبعض الدوائر لعديد الدوائر، هذا كله فضيحه ديجا. ها، راهو فيه حاجات تمس من المبادئ الدستوريه الوطنيه الكونيه، مش الوطنيه، القوانين، معناها حاجات لا دستورية موجودة وحكينا فيها قبل وطرقنا لها اون ديتاي، حكينا عليها من الجانب القانوني. دونك هذا لو تحكيونا على الجرائم الانتخابية ان شاء الله لاباس، اذا كان ماشي في بالكم التوانسة قاعدين يصدقوا فيكم فان شاء الله لاباس، بالحق ربي يجبر علينا بالعقل والدين، ما نقولش حاجة اخرى. دونك الموضوع الاخر اللي هو في علاقة بالموضوع اللي كنت نحكي فيه توا، دونك القناة الوطنية الثانية تنطلق اليوم في حصص سميتها التعبير المباشر للمترشحين لانتخابات 17 ديسمبر.
هوك عندكم فرصة يا توانسة في بلاست ذهلي حاطته في بلاست ضيعة محروس، ما هي قاعدة تعدينا البريود الأخرى في ضيعة محروس، وضيعة محروس للأمانة تربينا عليه ومعناتها محلاه السيت كوم، محلاه يهبل دونك وكل شيء. هوك حتى هي ضيعة محروس، من ضيعة محروس لي ضيعة الحاكم بأمره، دونك ولي كفاءات العظمى نتاع الحاكم بأمره. اسمعوا ومتعوا أذنكم يا توانسة بمن سيقودكم في المستقبل في هذا المسار العظيم اللي عملته للسلطة الحالية، ولا قالك ماكرون سوف نسانده انتخابات 17 ديسمبر. يا سباحية يا اللي تساندوا في الاخر، دونك مش احنا سباحية انتم السباحية. قالك يا مونامي اون فا سوتني غافون للمسار نتاع 25 هذايا والانتخابات نتاع 17 ديسمبر. ها وقالك دون ان ميليو ابيزي، اون اسبير كو سو سوا دون ان ميليو ابيزي، ولا كيفاش قالها، معناها ابيزمون قوي برشا، معناها اش بيك انت، الشعب التونسي كله موافق على المسار هذايا، الشعب التونسي كله عاجبه المسار هذايا، اش خلاها الدوائر الانتخابيه تعج بالمترشحين، اش خلاها فما منافسه قصوى وعظمى بين المترشحين، اش خلاهم مترشحين طلعوا وحدهم في دوائر، طلعوا لمجلس النواب سي ترشحوا فيه وهما توا رسميا اعضاء مجلس نواب، ماذا بكم تهبطوهم في مرسوم في الرايد الرسمي تقولوا راهو هذوما سيئين من قبل الانتخابات، سي بون مادام مريقل القانون الانتخابي. دونك ما تخلينيش نزيد اكثر من هكا، بكري نسمع في واحد منهم على قناه التاسعه قال لك في باب صلاحيات النائب، شوفوا معناها شوفوا المستوى نتاع الناس هذوما، قال لك كل واحد يعرف قدره. هاو هذا باب صلاحيات النائب، معناها كل واحد يعرف قدره، شوفوا الاجابه من المترشحين العظماء نتاع المسار هذا، المساندين للمسار هذا. يظهر لي قلنا ما يجب أن يقال وواجهنا الشعب التونسي بالحقيقة كالعادة، النقاط على الحروف بشكل مباشر باحترام بتربية بلباقة وبأدب، اللي يحب يشكي يتفضل، قلتها لكم من قبل، أما كالأسلوب نتاع الترهيب والمساجات اللي قاعدة توصلني توا على الصفحة نتاع رد بالك على روحك وما نعرفش شنية وراهو نفعلولك وراهو يعملولك وراهو كذا، راهو ربي لا يعمل سبحانه، مش انتوما لا تعملوا، وانتوما ما تخوفوش جربوع متعدي في الشارع، مش باش تخوفوا تساترة وطنيين، ومش باش تخوفوا اصوات حرة قاومت الاخوان وهما في سدة الحكم، فهمتوا؟ دونك احنا وين العبد لله وكل شيء موثق، الحلقات الاذاعية والتلفزية موجودة، وقت الاخوان جيه في الحكم، وقت علي العري وزير داخلية نخرج نعطيه قدره باحترام بطبيعة، ونواجهه بحقيقته الارهابية وبسوابقه الارهابية، ونواجهوا بالرش اللي عملوا في سريان وقت انتم ساكتين ومخبين روسكم. دونك ما نخافوش، راه وقت اللي هبطوني وليت عمناول في القائمه السوداء لحركه النهضه اللي هي تحت التصنت، ولا هبطت في وسائل اعلام اجنبيه مش تونسيه، اللي هبطت في لوموند وهبطت في بزنس نيوز وهبطت في برشا بلايص، ما خوفونيش معناها الارهابيين، مش باش نخاف من شله نتاع تبل وزكره لكل العصور. ابعثوا كيما تحبوا، راه قلنا لكم احنا ملقحين، وشنو باش تسبوا معناها السبات اللي تعملوا فيهم انتوما، قلنا لكم راهي وسام فخر على صدورنا انكم باش تقولوا تجمعي، باش تقولوا دستوري، باش تقولوا بورقيبي مقمل كيما قلتوها، باش تقولوا شنو باش تقولوا، معناها لا اعتبرها تهمه، قولوا ما يقلقش، راه شنو باش تقولوا انتم، زل من ازلام النظام البائد على قلبي كي العسل، تجمعي على قلبي احلى من العسل، دستوري فخر وذاك ترعرعت فيه وتربيت فيه وتولدت فيه المليو هذاك ونفتخر به وتاج على راسي، شنو باش تقولوا اخر؟ ما هذيك هي الاتهامات نتاعكم، مرحبا، هاني قلت لكم هذيك فخر ماهيش اتهام، قولوها وعاودوها وما يقلقنيش الجمله، زغرات مش مشكل، خير من تزغريت، ما هو تو هما طالعين بها زعما خاطر تساند في الحزب الدستوري الحر اللي هو حزب بابا وجدي، وتساند في الاستاذه عبير موسى اللي هي اشرف من المخير فيهم، وانظف من المخير فيهم، واصدق من المخير فيهم، واوضح من المخير فيهم الكلهم، ها؟ وانجع واشرف مليون مره من المخير فيهم، فيقولوا لك زغرات. زغرات يا خويا شخير من تزغريت، واش خص كان تونس ترجع للتزغريت نتاع قبل وللفرحه تعم على وجه مواطنيها، التزغريت خير من ديب وخير من الياس وخير من البأس والبؤس اللي جبتوهولنا في العشريه السوداء هذيا، قلنا لكم هذيا ماهيش تهم، هذيا راهي وسام فخر على صدورنا وتاج فوق روسنا، افهموها باش ما عادش تعاودوا الكلام نتاع البابا غيو اللي قاعدين تعاودوا فيه، اللي ماشي في بالكم تهينوا فينا ولا تعملونا في انتيميداسيون، باش نسكتوا ما عادش نخرجوا نتكلموا ونواجهوا التوانسه ونفضحوكم ونفضحوا حقيقتكم على الملأ.
هذا هو تقريبا لعندي ليلة. يعطيكم الصحة، شكرا على هذا العدد المشرف من التعليقات ومن المشاهدات ومن النشريات والبرتاج اللي قاعدين تعملوا فيه. يعطيكم الصحة. بالنسبة للناس اللي حاضرين معانا، برتاجيو الفيديو قد ما تنجموا، خلي كلمة الحق توصل للشعب التونسي، خلي الشعب التونسي يتنور بالحق على الحقيقة، مش على الكذب والأوهام اللي يعديو فيهم والمغالطات اللي يعديو فيهم في منابر المأجورة. دونك برتاجيو قد ما تنجموا في باجاتكم، في جروباتكم، في صفحاتكم، لأصدقائكم، بارتو، خلي كلمة الحق توصل، وخلي التنوير وثورة التنوير ما زالت مستمرة، وخلي لواء الوطنية ولواء البرجيبية ها مرفوع، وروسنا عالية وخشومنا في السماء. حتى حد ما ينجم يكسر كرامة الدستوريين، حتى حد ما ينجم يكسر كرامة البرجيبيين، حتى حد ما تنجموش. راو جربوها قبلكم الاخوانجية وكلاو كف، ما تنجموش. نجحوا مع شكون؟ نجحوا مع اللي قلت لكم عليهم، المتملقين والمتزلفين والمنافقين نتاع كل العصور، الا ما نسميهمش تجمعين، نسميهم حثالة التجمع، نسميهم بوبالة التجمع، نسميهم زبلة التجمع. اي نعم، ونتحمل مسؤوليتي. اللي عمل لحية في 2011 وبعد ما كان في لجنة تنسيق، ولا سيد الشيخ ولا ندرى شكون، من مزابل المزابل، احقر ما يكون. الا فيكم راجل ولا فيكم يحكي بروحه وهمزته ومرافقه، يتفضل يشكي بيا. اي نعم، منافق ومنافق، وما عندك حتى علاقة بمصلحة البلاد، وما عندك حتى علاقة بالدولة هذه، وماكش وطني الا تمشي تتلون مع كلونيا كريمة وتعمل السياحة الحزبية الكل، وديما مع الواقف، ماكش وطني. وما نتشرفوش بيك كتساترة وكتجمعين، ونتنصلوا احنا منك، ما عندناش بيك حتى علاقة. وانت كنت غلطة في التجمع، وانت كنت غلطة في حزب الدستور، وانت كنت غلطة في تونس من اصله، وكنت غلطة انه عندك مسؤولية حزبية ولا مسؤولية ادارية ولا مسؤولية سياسية. دونك الناس هذوما نتحمل مسؤوليتي فيهم، من سقط المتاع ومن اسقط خلق الله في البلاد، ما تشرفوش بهم وما يمثلوناش. نحكي على الساتره البرجيبيين الوطنيين الصادقين، اه الا ما يفلتوش في شبر من تراب تونس، الا يخرجوا وقت اللي فما حاجه تضر بالشعب التونسي، يمد وجهه كيما نمد وجهي يعني توا، ويخرج يقول راهو غلط، ردوا بالكم يا توانسه، راهو فيقوا يا توانسه، راهو يكذبوا عليكم، راهو هاو الحقيقه وين، راهو هاو الصحيح، راهو هاو شنو اللي فما، راهو هاو بقداش شو اللي تشري باكو الحليب، راهو هاو ما عادش تنجمو تشري باكو الحليب، تو تشري باكو الحليب لازمك تصب عليه 20 دينار مازوت مع زيادة الأسعار، باش تدور حانوت حانوت، شوف حانوت يعملش عليك مزيان يعطيك باكو حليب. وين وصلتوا؟ ها وين وصلتوا؟ وصلت تصب مازوت بالغالي، وتصب ايسونس بالغالي، وتخسر وتعمل دورة باش تدور على حوانت الحومة الكل، وعلى حوانت بلاد كاملة كان لازم، شوف تاخو باكو حليب شوف لا، شوف تاخو كيلو سكر شوف لا، شوف تلقى دابوسة زيت شوف لا. كي نقول لكم الحقيقة، ما نخافوش احنا من حتى حد كامل ربي سبحانه، لأن ماناش نتبلاو على العباد، ولأن ماناش نكذبوا على العباد، ولأن ماناش نتهموا في العباد، كيما أنتم تعملوا، كيما برشا منكم يعملوا، مش نحكي على الناس اللي تتبع فيا، نحكي على الناس المرضى اللي تعرف روحها، ولا هي موجودة قاعدة تتبع فيا زادة، دونك قاعدة تتبع، ما عندهم كل المخابرات نتاعهم، وعندهم التقارير السرية اللي يكتبوها، المرة اللي فاتت نشوف فيها في جروب نتاع سيادته، نتاع مطبلين، عاملين كابتشور ديكرون للباج نتاعي، تعرفوا شنو كاتبين ولا؟ باش يتهموا معناها مسؤولين شورى يقولها توا وعلى مسؤوليتي. فما مسؤول نظيف دستوري وطني وكان عنده مسؤوليه جهويه مرموقه، نحوها علاش؟ باش تعرفوا يا توانسه معناها الدوله هذه كيفاش. تقارير قاموا بها جماعه ما يسمى 25 جويليا، وبعثوها للقصر، وبعثوها لوين، وبعثوها لوين، قالوا له هذا المسؤول اللي نحكي لكم عليه، هذا صديق، راه صديق شخصي واخ معناه، وتحية ليه بالمناسبة، وتلقى قدرك راهو حتى بعد ما خرجوك هذاك وسام فخر على صدرك، لأنك خليت بلاصتك نظيفة وخليت مرتك نظيف 7 سنين في ولاية المنستير تخدم بنظافة، وتحية هاني نوجهها ليك مرة أخرى. ها طارق البكوش اللي شديت والي مستير بالنيابة 10 أشهر، وشديت معتمد أول لمدة 7 سنوات أو أكثر، داخل في 8 عام. ها تقارير محاطين، تصاوروا معايا في قهوة، وتصاوروا معايا في بعض المقاهي، كاتبين فلان الفلاني يتلقى تعليمات عبير موسي مباشرة عبر جناحها، كيفاش عبر ذراعها الأيمن، عبد السلام شقير في الساحل معناها، وحاطين تصوير الباج نتاعي اني كابتشور ديكرون على الباج نتاعي اللي انتم تتبعوا فيها توا، وحاطين عليها اخطر ذراع اعلامي له تاثير على مئات. نتشرف يا سيدي، فخر هذا، بالعكس شكرتوني انتم، له تاثير على مئات الاف التونسيين، اخطر ذراع اعلامي ضد مسار 25 جويليا. يعطيكم الصحه، اعتراف هذا وسام فخر، وهذا تاج فوق راسي، هاكم اعترفتوا انتم، واتشرف بذلك، اني ضد المسارات الغالطه، اني ضد الدكتاتوريه، اني ضد الكذب على التوانسه، اني ضد السطو على تاريخ تونس، نتشرف بيه. في بالكم انتم عملتوا هدره كبيره في جروب فيرميم، هابطين باج عبد السلام شقير كابتور ديكرون اخطر اعلامي في الساحل، في جهه الساحل ضد المسار، يتابعه مئات الالاف، الحمد لله يتابعوني مئات الالاف اذا كان جاوا يتابعوا فيا، خاطرني صادق معاهم، خاطرني مانيش نكذب عليهم، خاطرني نواجه فيكم بالحقيقه، نواجه فيهم بحقيقتكم.
خاطرني نعري فيكم، خاطرني نعري في اساليبكم القذره، خاطرني قاعد نعري في المغالطات اللي تعملوا فيها، خاطرني قاعد نعري في كل ما قاعدين تقوموا به ضد الشعب التونسي وضد مصلحه الشعب التونسي، ولا كان واصلتوا فيه باش نقعدوا نعانيوا منه عقود من الزمن. هذاك علاش يلزمكم تتزحزحوا في القريب العاجل، ويلزمكم تتنحاو وتنحيتكم باش تكون على يدين الوطنيين وبالقانون. راهو ماناش دعاة فوضى ولا دعاة عنف، ولا باش نخرجوا نعملوا عصيان مدني، ولا باش ندعيوا العصيان المدني. تسمعوهاش منا احنا وما تشدوهاش علينا. كان في بالكم باش تلوجوا باش تشدوا علينا على اساس تأليب والرأي العام والتأثير وكيفاش تحريض الشعب التونسي، ما تسمعوهاش منا احنا. كل شيء خطواتنا كلها مدروسة، وكل تعليقاتنا وكل مواقفنا وكل خطاباتنا الثابتة والموثقة لما نفسخوهاش، خاطر احنا شجعان. راهو احنا ماناش من الناس اللي بارك الله فيكم، بالنسبة للناس تقول لي تمثلني يا دكتور، نمثلك وتمثلني ويمثلونا آلاف ومئات آلاف الساترة وملايين الساترة الوطنيين الأحرار، نمثلوا بعضنا. أي نعم، وجو سوي لو بوغ باغول نتاعكم وأتشرف بذلك. دونك احنا راهو كيف نعملوا حاجة وندليو بموقف، رانا كان غلطنا فيه ولا كان غلطنا في حق إنسان اللي هو سيرار وين نغلطوا، رانا نخرجوا ونقولوا سامحنا رانا غلطنا في حقك، هذه اللي تربينا عليه. اما باش نفسخوا موقف قلناه وصحيح ها ضدكم وضد مساركم وضد الخليفه نتاعكم، باش نخرجوا نسبريميوه خاطر خايفين من شنو؟ باش نخاف من المحاسبه القانونيه؟ لم نتجاوز القانون، لم نتعدى حدودنا بالكل، معناها لا ثلبنا لا شتمنا لا عملنا حتى شيء. دونك احنا الشجاعه منبت اهلنا وارضنا ومنبت جدودنا. دونك احنا ما تتوقعوش منا ان نخرج ونعملوا لايف ولا نخرج ونعطيو موقف في تلفزه ولا في اذاعه ومن بعد نفسخوه. احنا ما نفسخوش، ديما نقولها مواقفنا ثابته وبالتواريخ نتاعها. الفيديو هذايا سيسجله التاريخ كما سجل غيره من المقاطع ومن المداخلات الاذاعيه والتلفزيه الا ما زالت موثقه عندكم، ولا هي تحاكي المشهد الراهن اللي قاعدين نعيشوا فيه تو. الاستشراف اللي عملناه لكم منذ سنوات يحاكي ما نعيشه اليوم. ما نطولش عليكم اكثر من هيك، قعدت تقريبا 40 دقيقه ولا اكثر بشويه. يعطيكم الصحه على حسن المتابعه، موعدنا في اقرب ان شاء الله فرصه في بث مباشر جديد، في رونديفو لايف جديد لاناره الراي العام من المغالطات اللي قاعدين يروجوا فيها الماجورين.